جينا التحدي التاني مع زمايلنا عشان نعازرهم ونشوف هم ازاي بيعملوا. هبة جاهزة؟ هعملها. مش هعملها. ليه ما تعمليهاش؟ طب قربي. مش هعملها خلاص. كنا احنا متفقين مع بعض على سكتش كده بسيط نعمله، اغنية شعبية يعني كلماتها غريبة وكوميدية، فقلنا خلاص هنعملها في اطار بقى الراوي اللي هو بتاع زمان. يا عم انا مش هتكلم صعيدي، بس الراوي بيبقى واحد مصري قديم. فاهم؟ نعم. مين اللي بيتكلم؟ انا. اهلا 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 اهلا. بتعملوا ايه؟ كيفك؟ منيحة؟ بنعملك حاجه صغننه كده. دخلت الكواليس. رزان جت فعلا بعد العشاء واحنا كنا عاملينها لها مفاجاه. جت ما لقيتش حد فينا خالص، كنا كلنا جوه بنجهز اللبس ونجهز الكوستيوم بتاع الشغل. نادت علينا عمر واحمد وإيهاب ومهاب، انتوا فين؟ احنا طلعنا لها على طول بالمشهد الاول، الفرقه اللي دخلت اللي هي المفروض الراوي اللي بيحكي الحكايه بتاعت عبد وشيطان، وازاي الشيطان اغوى العبد، وازاي العبد بعد كده مشي وراه. يلا يا فرقه. الله العبد. احنا هنقدم لك دلوقتي مونولوج سكتش. سكتش انت المخرج بتاع السكتش. ان شاء الله. ماشي. بشكرك. دلوقتي احنا هنروي روايه. تركيز جوه. احنا هنروي روايه من قديم الازل، الصراع الدائم ما بين الخير والشر، ما بين الشياطين والعبد، ازاي الشيطان بيحاول يغوي العبد بكل طريقة ممكنة، وده مثال صغير للعبد الفقير. عبد فقير غلبان كان ماشي في حاله وفي امان، ملتزم تعبان، اما الشيطان جاله. الشيطان جاله بقلعيبه وبغويته ومكاتيبه، وقال له من الاول جرجرتك، من خبتك خضرتك، وبقيت تعرف وبتلعب على جارتك. من الاول جرجرتك، من خبتك خضرتك، وبقيت تعرف تكذب وبتلعب على جارتك، وبتلعب وبقيت تلعب بوكر، وبتشرب جون ووكر، وبتشرب جو 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 العبد قال للشيطان من يوم ما قابلتني ما بقتش عارف اعيش، ودتني لحد النار وهناك ما عرفتنيش. الشيطان قال للعبد ايه ما تنفض وتهلس، ما تهلس وتفيس، لو عايز تتنمر طب ما انت كده كويس، ما تطلع وتبقشش ولا لذينة، ما تولع وتحشش ولا احنا في بنزينة. انتوا هنا العبد رجع لرشده وقال له حسيبك واتبع رسول الله،
وإن جتني حبعدك بآيات كتاب الله. جو 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 فين المواهب كانت مستخبية فين؟ غسيل ونشر معاصر حسن يا قمر قمر بليز كلوز اب على الحسن يا جماعة ما ينفعش بص المكياج والمكياج والأزياء والفرقة الموسيقية والشراشة وانت عبد بتجنن وبتجنن واضح انه أرض الخوف ما خلتكمش تفقدوا اللطافة واللزاجة والقمر. القصة كانت جميلة وظريفة عجبتها رزان جدا. عملناها بأقل الإمكانيات اللي عندنا طبعا، إذا كان كل واحد عنده خوطة عنده ملاية عنده أي حاجة عملناها. طلعت بشكل مش بروفيشنال قوي طبعا، احنا مش بروفيشنال كده كده، ان احنا كنا مبسوطين ان احنا خرجنا هبه من المود بتاعها. في يوم من الايام كنا قمر 14 وفي ارض بعيده عنا، سافرنا وهاجرنا اللي عايزين نتحدى نتحدى ايه بس اللي عايزين نتحدى نتحدى ايه بس ايه ده. جابولنا مية وغرقونا وبالسلاسل وكتفونا وفي شباكهم علقونا وبالحبل ونططونا. بتجنن بتجنن. انت كبيره غنيه لك عن جد موهوبه كتير، غناء وتلحين وكلمات. بحب اصلا كاتب فيها شعر تحفه عن جد. تعلميها للباقيين عندك. يلا لما نروح مصر بقى قول لي بقى يا ايهاب تكتب ايه انت؟ انا والله انا بكتب زجل كده يعني، بس مش حافظه. بكتبه بنساه بكتبه بنساه. سمعها سمعها. طب لازم اسمعها. معقولش موهوبين انتوا بتجننوا على فكره. لو حاجه جديده اعملها. لو حب ده انا حب ده انا مت بده، لو مهما اشوف من ده وده لو مش كده هزعل كده كده او كده. شوف رايك ايه من ده وده. عرفت ناس جدعان شاركوني ارض الخوف، حبنا لبعضنا نتحدى اي ظروف. شريهان دي بنت شاطره داست في ارض الخوف، بتعدي اي تحدي وش راكبه صاروخ مشيت بعد كلمه مشيت. الصاروخ راح بارجنتين مصر. وبسنت بنت جدعه وبحب ضحكتها وعليها عوجه بق يا رب ما تعيدها. اموره بنت الايه والمز كلمتها. ومعانا بنت راجل والقلب قلب حديد، طبعا بقصد هبه ورجوعها لينا دعيت. وتوأم فريقنا الطيبين بعد الخسارة اتقسم اتنين، نانسي اللي خسرت التحدي، مريم بتحلف لك يمين ان الخسارة مش مسابقة دي الخسارة في كلمتين، انك من بعد التحدي تبقى لسه برضو جاهلة في النهاية انت مين. اما جميل اما جميل ده حكاية تانية، حكاية العجب العجاب، انسان بيخسر كل يوم بينه وبين الفوز حجاب. حبيب رومانسي بدرجة فاشلة حقه ما مزنت الشباب، وابتسامته دي احلى حاجة يضحك ولو يوم وهباب، وعنده كلمة خدها عادة يا جماعة أنا مش فاهم حاجة. قلق رهيب جوايا لأن الهزيمة مش شيء سهل، مش هقول إن هو آخر الدنيا، بس أي بني آدم حتى لما بيخسر في حاجة صغيرة كده بيبقى من جواه متضايق متضايق. أتمنى يعني إن هو يكون جيم على الأقل، يعني على الأقل لو خرجت اللي هو بيقوله خرج بشرف يعني أعمله، محملش زي السراسير او البيرينز. كان في سؤال كنت سالته لعمر ومهاب يوم ما روحنا اتعشينا مع بعض، قلت لهم تفتكروا مين هيكون لوحده في الكامب ده في الاخر؟ تفتكري مين هيكون؟ هو هيبقى لازم يبقى في اتنين بس. انا اعتقد مهاب ومحسن او محمد او هادي او جمع لنا النهارده. تفتكر مين هيفضل في الكامب ده في ارض الخوف في الاخر؟
اعتقد وهاب و ومحسن. لا هو مهاب وعمر واحمد ومعتز جميل فعلا اربعة. وانا يعني حضرتك حيطنة. لا بصراحة انا شايف معتز جميل بصراحة يعني اللي هو تحديات العملية دي كلها بتخليه اي تحدي بيعديه بحيث ان هو سهل قوي بالنسبة له، لدرجة ان هو بأي تحدي بيقع فيه وبيجي في الاخر برضو وبيكسب. فيشاوي اعتقد معتز وبسنت. يا لهوي امي دعي عليا الديره اللي داخل بابها. لا لا بسنت البنت الوحيده واعتقد هيبقى عندها اصرار كبير، ومعتز ما شاء الله خبره رهيبه في عالم الاستنطاط. طب انا مثل ما كتير ناس استغربوا وحتى بسنت انه ليه قلت معتز وبسنت، حسيت في ايحاءات بدي اعرف مذيعه انا كانت شو بتعرف. اساليهم هم بقى هم يقولوا لي مش حاجة هو الفستان اللي حلو كده زي النقر والنقير كل يوم. ما بيقولك ما بحب الا بعد عداوة. لازم كل يوم يصحوا على خناق ويناموا على خناق. والمصيبة السوداء ان على اي حاجة تافهة يعني بنطلع نسلك ونقول لهم خير في ايه، ونستنى بقى يقولوا لنا حاجة كبيرة فنسمع الموضوع نتف عليهم ونخش ننام. هو اهم حاجه يخش ينام زي المسطره. نسعى عليها بالحسابات وكده طبعا يعني ده تدخل البشر يعني. اعتقد ممكن يبقى مهاب ومعتز. اعتقد ده بالحسابات بس طبعا يعني ربنا يكتب لي في الخير. معتز عمر ومحسن. الراجل ده خبره على فكره. ده بيكون عائق بيكون هو دخل جوه استشارهم وطلع قال لنا الاسم. مهاب 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 مهاب. والله انا بس عايز اقول ان انا بعد النهارده وكنت هروح بيتنا خلاص، فاكيد ده بدات يعني الموضوع مش مساله لا لياقه ولا اي حاجه، ان انا فعلا كان النهارده ممكن اروح بيتنا مش حد عارف، انما خصوصا بعد ما كمان جميل ما شاء الله اكتسح في موضوع الصراصير. نقول التحدي صحه وهنا صحه وهنا الف سنه. لا دي بلاستيك ده مش انا، ده هو اللي كل الصراصير 220 يا ظالم. هيعملوا لك بكره اعلانات مقاتل الحشرات في مصر وهتبقى تبيع بال هيعمل اعلانات اللي هو ما هو كل 170 صرصار جميل للحشرات الطائرة والزاحفة. بالظبط. وبس يعني جميل. مين مين؟ فعلا هو بقى الموضوع صعب صعب صعب، بس أنا متوقع كده إن شاء الله يعني جميل هيبقى في الآخر صدقيني، الراجل ده هيوصل إن شاء الله. هو؟ ويا عمر يا هادي. ارجع يا أحمد. معتز ومهاب وكده. ارجع يا فشاوي. اوعى تعملها. هو بيعمل ايه؟ هيفتح لك. ارجع يا فشاوي. انا متوتر لانه طبيعي ما نجحتش في التحدي الاول، فبفكر في التحدي الثاني وعايز اكون من الناس اللي هيعدوا فيه، وفي نفس الوقت بفكر في التعوير اللي عندي دي. انا مش متخيل يعني المرات اللي فاتت لما كنت داخل كل همي افكر واركز في اللعبه وبس. النهارده انا بفكر وفي نفس الوقت بفكر تفكيرين، اللعبه ايه وهعمل فيها ايه، واذا جات لي هعرف العب بيها باللي عندي ده ولا لا. فالتفكير النهارده او الوضع دلوقتي مختلف عن يعني بعتبره الضعف، فهو ده الواحد حاسه. يا عمر انا بشوف شو عشان عنده حلقه. يا فشاوي هو فين؟ انا عايز استحمى واصلي العشاء اللي هناك دي. طب ماشي. طب انت الرئيس، انت الرئيس. تعالى معايا يا اخي. انا جاي معاك اهو يا عمر، انا جاي معاك اهو. طب ماشي مش هروح له بالحاجه هنا بقى. انا جاي معاك يا عمر. ادي اخره الاشتغالات. اي كام ويز يو يا عمر ناو. اي فولو يو ناو. هو راح فين؟ هو الفكره بس انا مش عايز اقعد معاكم ليه. انت ما شاء الله نجحت وبقيت الليدر، وده شعور جديد بالنسبه لك، فطبيعي فرحان وحقك والعيال فرحان. انا اللي فرحان. زندر
فالجو جو فرح. كتكوت جاي يطمن عليك. يا عيني يا حبيبي. يا ابني انا كده كده اللي فرحني ان انا كلمت اهلي. فانا عايز اشترك معاكم بس عارف اللي ما عندوش باور. عارف لما تجيت اول مع عربيه والعربيه ما فيهاش اوريدي بنزين فغصب عني. المثال الصح. ايوه انت فاهم ازاي؟ احب مش كده. فابسط حاجه اعملها ان انا يعني اقول لكم ربنا يوفقكم وابعد بس. فانا مش عارف اشترك معاكم بايه. احمد الفيشاوي نفسيته النهارده كانت وحشه جدا ان هو زعلان ان هو ما عملش التحدي والتاني زعل ان ايديه اتعورت جامد فدوت هو خايف ان هو تاثر عليه في التحديات الجايه. فطبعا اول ما جه هنا وهو بقى مش في المود احنا واخدين احنا بنهزر مع بعض وكده لقيته بقى ان هو متضايق قوي فقلت لا يعني لازم اروح يعني اسري عنه شويه ونهرج مع بعض وادخله في المود واقول له بقى الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل وان شاء الله يقدر يعوضها عشان هو داخل على التحدي التاني والتالت فانا يعني ما اتمناش ان هو يخش بالنفسيه دي عشان يقدر يعمل فيهم كويس. جو يا احمد قدامك دقيقه واحده ما تريحش. كنت متضايق جدا لما ما قدرتش اعمل التحدي اولا لاني فشلت والفشل باي شكل من الاشكال طعمه وحش طبعا محدش يتمناه. اما انتوا الثلاثه فبتتنقلوا لمنطقه الخطر المنطقه اللي منها واحد فيكم هيترحل اكيد من ارض الخوف. اشوفكم في ثالث تحدي. باختصار اتمنى ان شاء الله ان حاجه زي كده ما تاثرش عليا بس لغايه ما نوصل يعني طبعا مش سعيد لاني خسرت وده الشعور اللي افتكر بيبقى عند كل زمايلي. فهي دايره بتلف علينا كلنا. جت دور عليا النهارده اي نعم هو جت تقيل شويه بس لازم الانسان يبقى مستعد لاي حاجه واتمنى ان حاجه زي كده استفاد منها وتعلمني.